تعالوا بقى يعني نروح شوية سياحة كده ونروح لمكان جميل جدا، مرسى علم، من الأماكن البديعة اللي موجودة طبعا في مصر. في سائحة شهيرة جدا الحقيقة واضح إنها وقعت في عشق مرسى علم، ومرسى علم طبعا يعني بتبعد عن الغردقة مش بمسافة كبيرة، ولكن كرموا السائحة دي لأن هي زارت مرسى علم والمنطقة والفندق أكتر من 50 زيارة. تخيلوا قد إيه بقى عشقت، وده يعني من عام 2013 وتعلقت جدا بحب مرسى علم. فهي رايحة جاية بقى على الطبيعة والبحر، وطبعا المعاملة بقى الراقية اللي كانت بتاخدها من العاملين في الفندق، وكانت سعيدة، وهي بتقول إن هي اعتبرت إنه مرسى علم ده بيتها التاني. أنا بصدق يعني هذا النوع من السواح، لأنه طبيعة طقس وجو وبحر وميه ومعامله ولطف، فاكيد طبعا هتلاقي فين جمال بعد كده. خلينا ناخد تفاصيل اكتر. الصوره اهي موجوده والسائحه موجوده معانا، اهي صورتها في احد فنادق مرسى علم. خليني اخد مداخله مع الاستاذ ابو الحجاج العماري، مدير احدى المنتجعات السياحيه بمرسى علم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني كلمني عن السائحة دي، 50 مرة يعني دي موجودة من 2013، دي ما بتروحش أصلا يعني. هو مرسى علم احنا بنقول عليها أرض السحر والجمال، وناس كتير سياح بيجوا يترددوا في زيارتهم في كل سنة. تمام. يعني ممكن في ناس بتيجي 5 مرات وأربع مرات، السائحة دي بتيجي 7 مرات، ومعدل 7 مرات أو 8 مرات في السنة. هي منين؟ هي من أي بلد؟ من ألمانيا، من مانهايم، مقاطعة مانهايم. تمام. أقامت عندنا 483 ليلة سياحية. 483 ليلة سياحية على مدى السنوات دي. على مدى السنوات دي هي خلاص هي بقى عندها عشق خاص يعني. وده مثل يعني بسيط، لان احنا عندنا في ناس بتقيم فتره الشتاء كلها، بتيجي تاخد فتره الشتاء كلها، حوالي انا عندي سائح بيجي 183 ليله سياحيه كل سنه. تمام. وهو ذو اعاقه، لكن مجرد ان بيجي بعد شهر بيبدا يمشي، لان مرسى علم السياحه فيها ليست شاطئيه فقط، وانما هي سياحه استشفائيه، وفيها سياحة الغوص والسفاري والسياحة الدينية وسياحة الظواهر الطبيعية في فترات الخسوف والكسوف. في ناس بتيجي عشانها كتير. فمرسى علم هي مستقبل السياحة في مصر في جنوب البحر الأحمر. طيب هل هي بقى بتنزل ده على المواقع السوشيال ميديا؟ لان هي عبارة عن يعني سفيرة للسياحة يعني في أوروبا كده، انها يعني هو مرسى علم السياح الدول الغربيه بيعشقوها، سواء المانيا او بلجيكا او هولندا او سويسرا او ايطاليا. احنا عندنا عدد رحلات سياحيه كبير كل اسبوع، عندنا حوالي 122 طياره بتيجي من مختلف دول اوروبا، والسياحه الايطاليه عادت بتلعب دور كبير في الصيف. شيء جميل. غير ان السياحه الالمانيه هي اللاعب الكبير في البحر الأحمر خصوصا. أكيد. أنا بتمنى لكم التوفيق، وتفضل دايما يعني السياحة بتاعتنا هي قبلة لكل السائحين في العالم. ده شيء جميل جدا، وبيبقى حلو لما نكرم حتى سائحة جت بهذا العدد الكبير. هي كمان هتستعمل السوشيال ميديا، وهي كمان هي أصبح بيتها التاني لما تيجي بهذا العدد. يعني بتيجي 7 مرات في السنة، ده إحنا المصريين ما بنروحش، لكن ده أكيد حاجة جميلة جدا. والتكريم ده لأن هي هتقدر هتتكلم عن كل ده بعد كده.